السلام الله عليكم واهلا بكم في هذا الدرس الرابع عشر من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس ان شاء الله سوف نتعلم عن الكمبيوتر كود في الـ HTML. قبل ما نبدأ في هذا الدرس نعمل اطلالة صغيرة عن الدرس الثالث عشر. في الدرس الثالث عشر تعرفنا عن باليز برينسيبال كي سابيل ايفريم في الـ HTML. هذه لاباليز الايفريم في الـ HTML تسمح لنا باش نكريو ان باج على انتيريور دي باج برينسيبال. دونك في هذا الدرس وبزيادة إلى الدرس الثالث عشر سنتعلم عن مجموعة عناصر أو مجموعة لباليز اللي تخصنا العمليات الحسابية الرياضية ولافيشاج تاعهم على البراوزر في HTML، عمليات الإدخال والإخراج كيفاش نافيشوهم في HTML، وأخيرا ديكلاراسيون دي فاريابل وكيفاش نافيشيو لي فاريابل في HTML. نبداو على بركة الله بلاباليز الاولانيه لاباليز كود. دونك لاباليز كود في HTML هي لاباليز نكتبو هكذا كود باليز فيرميتير اوفرتير. فهذه لاباليز كود برينسيبالمون واش تعمل لنا في HTML. لاباليز كود هذه فراغمنت كمبيوتر كود، يعني هي واش هي تعمل لنا تسمح لنا باغ اكزومبل باش دير ان كود ان بارتي دو كود في الانفورماتيك. كيفاش ان بارتي دو كود في الانفورماتيك؟ باغ اكزومبل كي نديكلاريو اكس ايغال 5 بوان فيرغيل ابري ايغريك ايغال باغ اكزومبل 5 بوان فيرغيل ابري نقولو باغ اكزومبل زد ايغال اكس بلس ايغريك اكس بلس ايغريك بوان فيرغيل. باغ اكزومبل نديرو هذه العمليات هكذا. دونك حنا كون نورجستريو العمليه ونافيشيو. دونك لاحظوا باللي في لاباليز كود هذه سمحت لنا باش تعرض لنا اكس ايغالا 5 ايغريك ايغالا 5 وزد ايغالا اكس بلس زد ان سيرتين فورما. يعني هنا كي نجيو نشوفو باغ اكزومبل لو كنهزو هذا لو ميم كود ونكتبوه على الاكستيريور تاع لاباليز، يعني باش نشوفو لا ديفيرونس واش تعمل لنا هذه لاباليز كود. اون فوا باللي يعني الكتبه هذه سي ديفيرونس. يعني واش نقدروا نقولوا على باليز كود؟ لاباليز كود هي لاباليز اللي تخصنا بعرض العرض سواء متغيرات سواء عمليات حسابيه. باغ اكزومبل كنهزوا هذه العمليه الحسابيه ونكرروا جميع العمليات الحسابيه. هنا باغ اكزومبل عمليه طرح سوستراكسيون، هنا عمليه لا ملتيبليكاسيون، وهنايا لا ديفيزيون. باغ اكزومبل هنا نقولوا زد، هنا اس، هنا دي لو ريزلت حطوها في دي، وهنا لو ريزلت حطوها في جي، ونسجلو ونشوفو النتائج. نعم عطاتنا كامل لي فاريابل تاعنا. كاينه حاجه هنايا باغ اكزومبل كيما هنايا نشوفو لاباليز هذه الخاصيه الاولى تاعها انها عطاتنا لافيشاج ان سيرتان كريتير. يعني كيما شفنا في الاول الاكس هذا ايغال 5 والايغريك ايغال 5 كان ان تي بلي غران كو سيت كريتير لا. دونك هذه الكريتير في HTML تسمى المونو سبيس بار ديفو في البراوزر معرفه مونو سبيس، يعني اكريتير مونو سبيس بار ديفو تعطي لنا لاباليز كود. باغ اكزومبل كي نجيو هنا نديرو ام بي ار كوم سا نسجلو، واش راح يصرى؟ راح يرجسترا يعني صوت الالين، يعني 5 ابري بي ار صوت الالين. يعني واش رايك لو كنهزو لو ميم كود ونعاودو نحطو الكود تاعنا هذا هنايا هكذا الكود تاعنا هنايا ونعملو كامل نديرو باغ اكزومبل بي ار، هنا نديرو ام بي ار، وهنا نديرو ام بي ار، وهنا باغ اكزومبل ام بي ار ونسجلو. دونك لاحظو فوالا لاحظو بلي هنايا هنا كون نجيو نشوفو بين الكود هذا والكود هذا خصنا نديرو ام بي ار اوسي ام بي ار باش فوالا نجيست نحيو هادي ونسجلو النتائج ونشوفو واش تمدلنا فوالا. دونك هنا نشوفو بلي هادي الكود غرقناها وحلينا نوتر بي ار، يعني هنا بي ار سجلو فوالا. يعني هنا شفنا النتائج واش هي النتائج، ان هنايا درتنا صوت الالين، هنا درنا غير نورمالمون نديرو بي ار وحده، هنا نديرو ان سول بي ار با 3 با 2 سول بي ار ان سول بي ار، نسجلو النتائج تاعنا ونافيشيو فوالا.
دونك عندنا هنايا واش هي؟ انا باش تبان لنا كلير نديرو دي بيير هكذا اوب فوالا. دونك هذه الريزلت الاولى وهذه الريزلت مع البيرو. دونك هنا واش نلاحظوا؟ لاحظوا كي درنا البيرو دارت صوت لا لالين، كي ما درناش البيرو ما درناش صوت لا لالين. حنا هنايا شاك فوا نكتبوا بيرو 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 باش نلخصوا هذا الكود كامل. جات النوتر هنايا باش نتفاهموا، جات النوتر كوموند فلاش تي ام ال سو فورم ديمباليز، قالت لنا نحيو كاع لي بيروات هادو وجيست نكتبو بري بري كوم سا، يعني بري فورميت تكست. هذه البري فورميت تكست هي لا باليز اللي تسمح لنا باش دير الصوت الالين. واش معناتها البري فورميت تكست صوت الالين ديريكتومون؟ معناتها هي ما تقبلش لا ريبتور تاع التكست، يعني الانكسار في الخط، يعني دير انكسار في الخط، يعني تجي هنايا اوب صوت الالين، تجي هنايا تعمل صوت الالين، تجي هنايا تعمل صوت الالين، وما تسيبورتيش سبيس. باغ اكزومبل كون نخليو لها سبيس ما تسيبورتيش، يعني تحينا كاع لي سبيس، يعني سبيس ما تسيبورتيش وديرنا صوت الالين، يعني ما تاكسبتيش لا ريبتور تاع لالين. دونك هذه الباليز كود مع دونك اي كود تحب تكتبو في لانفورماتيك، اي كود في لانفورماتيك تكتبو داخل لا باليز تكتبو داخل لا باليز كود باش تيفيتي لي بروبليم تاع سبيسينغ والبروبليم تاع لا ريبتور تاع لا لين، تحطها داخل لا باليز بري اللي هي دو فيرميتور دو فيرتير وتيفيتي لي بروبليم. دونك تعرفنا البري والكود، درك راحين نتعرفوا على الكي بورد كي بي كي بي دي. هذه لا باليز كي بي دي هي لا باليز جد مهمه جدا في عمليه عرض الكي وورد انبوت. كي نجيو نعرضو ان كي وورد انبوت باغ اكزومبل، نفرضو اي كي وورد انبوت باغ اكزومبل، نفرضو في الكلافي تاوعنا نقولو نلقاو باغ اكزومبل تاب تاب، نقولو باغ اكزومبل نحلو اي باراغراف كوم سا ونقولو this is tab باغ اكزومبل، يعني هذه نوجدوها كثير ان بوطون سور لو كلافي تاب، سهم فير ليفت وسهم فير رايت. دونك هذه تاب حنا باش نافيشيوها في لاش تي ام ال هي عباره عن انبوت كي وورد. من دامو انبوت كي وورد كاينه ان باليز كي سابيل كي بي دي. هذه لا باليز انت باش تجي تافيشي هذه ما تافيشيش ديريكت، تحصرو في ان باليز كي وورد. هذه لا باليز كي وورد هي لا باليز اللي مختصه في اي في اي عمليه ادخال بالكلافي اي شيء يريد عرضه على هذه الشاشه من البراوزر هنايا، عرض عمليه عرض لي انبوت كيبورد دائما تحصره في لا باليز كي بي دي. باغ اكزومبل طاب نحصره هنايا اوسي نقولوا اورساو اورساو apply the par exemple نقولو control the الكايورد تاعنا لمن نقولو par exemple control apply the save par exemple save processing by بروسيسينغ باغ اكزومبل. حنا راح نديرو سي اللي هي كونترول سي، كونترول سي باش نديرو عملية الحفظ، كونترول بلس اس، كونترول بلس اس هذه هي عملية الدخل. باغ اكزومبل كي نكليكو كونترول اس حفظ الملف، يعني هي عملية هي لو فات اننا نكليكيو على كونترول اي اس درنا عملية حفظ، دوك هي سين اكس ولا سين اون بوت من الكايورد، يعني من الكلافي تاعنا. دونك نحصروه من دامو هكذا نحصروه في بينك كابي دي هادي تايب اوسي نحصروه ونشوفو عملية العرض كيف تتم. فوالا تخي بيان. دونك العملية العادية هي ذيس از تايب اولسو، هادي كامل كتبتها هنا نورمالمون هنايا ما ندخلوش يعني باراغراف، يعني هنا حنا نحصرو جوست
ما غلقناش لا باليز. دونك هذا واش خصنا هنا، غلقوا لا باليز كيور. هنا راح تعطينا الكتبه هذه اول ساو ابلي سيفينغ باي كامل، يعني تخلي لنا غير هذه كنترول اس والتايب اللي هما عباره عن انبوت بار الكلافي. في الاتش تي ام ال عندهم ان تيب سبيسيال، يعني كي تكتبها من هكذا سي بروبر، كي تكتبها هكذا سي بروبر. بار ديفو، بار ديفو لو فورمات تاعهم يعيطوا لها المونو سبيس في البراوزر، بار ديفو مونو سبيس في الاتش تي ام ال. هكذا كون نسجلو راح نحصلو على العملية كما هي. دونك ذيس إز تايب، هذي ستين عملية إدخال، دونك عندها مونو سبيس السيل تاعها، هذي عملية إدخال مونو سبيس بار الكيورد. عملية هنا كي إكريتير عادي، إكريتير عادي. دونك هادو عندهم المونو سبيس سبيسيال في الأش في الأش تي إم إل، يعني خصنا نستعملو ريباليز تاعهم. دونك هذا عملية الإدخال نستعملو الكي بي دي اللي هي الكيورد باليز. كاينه ثاني النوتر باليز اللي هي سيمب، هذه لا باليز سيمب تسمح لنا باش نكتبوا كل عمليه عرض على الشاشه، يعني اوتبوت اوف كمبيوتر سيستم، يعني كل سورتين من سيستم انفورماتيك تكتبوه هنايا. ابسط حاجه باغ اكزومبل لا فيشاج تاع ليرور، باغ اكزومبل نقولوا نحلوا باراغراف كوم سا، نقولوا in this processing we have the ونحصرو لا باليز تاعنا هنايا same. This is for example error error. voilà نسجلو عملية تاعنا هنا. واش قلنا في باراغراف كتبنا كتبة عادية هنا باغ اكزومبل كوم سا، in this processing we have the error، يعني error هذا هي عملية عرض على الشاشة، يعني سين output keyboard ولا اي output then system computer then system informatique. دونك خصنا نحطوها في باليز سيمب. باليز سيمب هذه نكتبو فيها كل عملية او كل اكسيون نكتبو فيها افيشاج، هي تافيشينا التكست اللي يكون داخلها يكون عبارة عن يدل عن معنى عملية عرض على او عملية عرض على الشاشة لكلك شوز كي سورتي دان سيستم انفورماتيك كوم ايرور باغ اكزومبل. نكزيكيتي ونشوفو كي ايرور افيش كتبتونا بواحد ستيل تاع ال HTML سبيسيال في هذه لاباليز. كل سورتي نكتبوه اونتر سبام، هذه اونتر لاباليز هذه عفوا كيما الكايورد سيستم دونتري. دونك il nous reste quoi، il nous reste à la fin un dernier point هي لا ديكلاراسيون دي فاريابل، ديكلاراسيون دي فاريابل في ال HTML. دونك في ال HTML ثاني نقدروا نديكلاريو دي فاريابل، نديكلاريو فاريابل في ال HTML نقولوا اكس، نديكلاريوه كوم ان فاريابل يخصنا نحصروه في ان باليز كي سابيل فار، سي جوست نحصروه فار ونعطيو له قيمة باغ اكزومبل 8 بون فيرغي. زين ديكلاريو ان اوتر فاريابل باغ اكزومبل فاريابل ايكغيك ونعطيو له ان سيرتان فالور كوم سا باغ اكزومبل 10 بون فيرغي، ونقولو ان اوتر فاريابل اللي هو زد باغ اكزومبل زد، هذا الفاريابل زد يعني ايكال الفاريابل تاعنا فاريابل نقولو هو عبارة عن الفاريابل اكس بلس فاريابل ايكغيك هو لا فاريابل زد، نمدو بوان فيرغي ونعرضو النتائج. تخي بيان، دونك اكس ايكالا 8 ايكغيك ايكالا اكس ايكالا 8 و y إيكالا z، z هو x بلس y، دونك عطانا z x بلس y. نقدرو نقولو هذا إيكال، نقدرو نقولو هنا باغ إكزومبل زين نعرضو إيكال، إيكال باغ إكزومبل 8 إي 10 سي 18، نقولو سي 18 بوان فيرغي راح يعرضلنا أون بلس إيكالا 18، أون بلس إيكالا 18. دونك هنا باش ننبهو الإخوان، يعني هذه النقطة تاع لي فاريابل هنايا، لي فاريابل هنايا في ال HTML هما يعني جوست بور عملية لافيشاج، غير بور جست بور نافيشيو
نافيشيو باغ اكزومبل الستركتور تاع نقولو اكس ايكالا ايكغ ايكالا نكتبو عمليه الجمع النتيجه حنا اللي نحسبو الاش تي ام ال ما يحسبلكش ما يديرلكش الكالكيليت لانه هو عباره عن ماذا الاش تي ام ال الاش تي ام ال قلنا هو عباره عن لونغاج يعمل لنا جوست هيكله الصفحه تاع لاباج تاعني هيكل لنا لاباج ونكتبو فيه ونحترمو لي عفوا اذا كما قلنا في فاريابل يعني احنا جوست نديرو لي كريتور يعني اكس ايكالا اكس ايكالا 8 ايكغ ايكالا 10 زد اكس بلس ايكغ ايكالا 18 حنا اللي ندو ريزلت يعني هنا لاش تي ام ال ما يحسبلناش ما يديرش لو كالكيل ما يعملش الكالكيل تاع لي ريزلت ويعطيك لي ريزلت لانه يعني باش نلخصو ولا باش نبهو الاخوان في الاش تي ام ال اش تي ام ال يبني لنا كما قلنا غير ستراكتر تاع الصفحه ستراكتر تاع الصفحه يعني نكتبو لافيشاج يافيشينا ما يحسبش كاين في لغة الاش تي ام ال ولا ان دوكيمون اش تي ام ال يعتبر من لي سكريبت لي تيكزيكيتاو يصرا ليكزيكيسيو تاعهم في الكليون سايد صافي دير او نيفو دو براوزر متصفح الشخص يعني ليكزيكيسيون تاع الكود هذا تاعنا يصرا غير هنايا برك في متصفح الشخص حاب يقول ما يروحش للسيرفر ويتعاود السيرفر يمدنا ريزلت تاع الطافيشة وكاينين طرواتي برينسيبال تاع سكريبت ولا لي لونغاج دو سكريبت دو بروغراماسيون اللي يصرا لهم ليكزيكيسيون او نيفو دو كليون سايد صافي دير او نيفو دو براوزر يعني لي ريزلتا يصرا لهم ليكزيكيسيون او نيفو دو براوزر اللي هي لاش تي ام ال وسي اس اس كوتا كود بالاضافه الى الجافا سكريبت والجافا سكريبت بربي ان شاء الله اللي راح نديرو فيها دوره كامله بعد انتهاء من هذه الدوره ودوره سي اس اس هي اللي تسمح لنا بعمليه الحساب يعني في الجافا سكريبت نقدر نمدو ان فاريابل نعطيو له ان فالور اكس ايكالا 8 ايكغ ايكالا 10 ومن بعد زاد هو اكس بلس ايكغ ونديرو لافيشاج تاع ايكغ تاع زاد راح تعطينا ديريكتومون 18 بلا ما نديرو حنا بلا ما حنا نحسبو نافيشيو 18 هذه دونك جافا سكريبت هو اللونغاج اللي يسمح لنا باش نعملو دي زاكسيون دي زوبيراسيون ماتيماتيك مي بار كونتر هنايا لاش تي ام ال سي جوست ستراكشر تاع الصفحه والسي اس اس هو ستايل شيت يعني هو اللي يعمل لنا ستايل يعني يدير لنا ديسبلاي تاع لي زاليمون هادو يدير لهم ديسبلاي حنا نحطو لي زاليمون في لاش تي ام ال السي اس اس يجي يدير لنا ديسبلاي تاعهم والجافا سكريبت يجي يدير لي زاكسيون في هادو لي باليز يعني يعمل لي زاكسيون دونك هادو هما لي تروا لونغاج اللي تيكزيكيتاو في الكليون سايد صافي دير الكود تاعهم يتنفذ غير او نيفو دو براوزر تاع الشخص تاع المتصفح تاع الشخص المتصفح لصفحه الباج ويب ما يروحش الكود يفوت للسيرفر يعاود يرجع لنا نو ما يروحش نتائج عمليه التنفيذ تتم على مستوى متصفح الشخص دونك اكتفي بهذا الحد جو بونس انه الدرس قد اتضحت الفكره تاعو قد تعلمنا من لي فاريابل في الاش تي ام ال وسيم لاباليز سيم لاباليز كي وورد وبالاضافه الى كود افيك لاباليز تري دونك هادو لي باليز وسي نيسيسير نتعلموهم في الاش تي ام ال باسكو باغ اكزومبل سي نحبو نكريو ان باج اش تي ام ال اللي فيها باغ اكزومبل عمليات حسابيه ولا اللي فيها عمليات ادخال اخراج من الكي وورد خصنا نكتبوه بان سيرتان ستيل اللي هو ستيل تاع ال HTML كيما هنا ليرور نشوف فيها كيفاش يعني الستيل تاع لي كريتير هنا سي با كوم لي كريتير نورمال دونك اتوقف عند هذا الحد اتمنى ان الدرس قد اتضح عندكم واستوعبتوه بشكل يعني جيد وبكيفية مقبولة دونك ما بقى لي غير نقول لكم إذا كنت من متابع هذه القناة ولأول مرة تتتبع هذا الفيديو تتفرج على هذا الفيديو لا تنسى أن تعمل ثلاث أشياء رئيسية قبل أن تعمل كيت لهذا الفيديو نعمل ثلاث أشياء رئيسية سبسكرايب لهذه القناة اشترك في هذه القناة ثاني حاجة شير لهذه القناة معناتها أعمل بارتاج لهذه الدروس لهذه الفيديوهات مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي واعمل جيم لهذا الفيديو نعم اعمل جيم لهذا الفيديو قبل ان تكيد هذا الفيديو اعمل ثلاث اشياء هذه الرئيسيه واهلا بك في مختلف دروس
دورة لغة تعلم الـ HTML بإذن الله في الدرس الخامس عشر سوف نتعلم أمورات أخرى مفيدة أيضا في لغة الـ HTML. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.